اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة الأكل بتاعنا طلياني ولكن بطعم مصري وخفة دم مصرية. هنعمل البوبيت، دي أكلة مشهورة بنشوفها في المنيوهات. لما بنروح على مطبخ طلياني بيبقى فيها افتكاسات كتيرة، بعض بيحشيها مشروم والبعض بيحشيها لسان. احنا بقى هنعملها النهاردة باللحمة المفرومة. هنعملها ازاي؟ يعني لحمه جوه لحمه يا شيف، ده انت مبوظ الميزانيه. هي فكره طهويه كده، خلونا نجربها مع بعض ولكن بمقادير بسيطه في متناول الجميع وبعدد افراد الاسره. الكميات اللي هو اللحم الكندوز او الضاني شرايح، ومعانا لحم مفروم. معانا الطبق الصيام النهارده علشان طبعا المطبخ المطبخ الصحي طبيعي لما بيكون الاكل هيلسي بيكون انا بحولها لاكل صيامي. وبمناسبه طبعا صيام اخواننا المسيحيين احنا بنعمل كل يوم طبق صيام. هتعمل ايه النهارده يا شيف؟ هعمل كفته الرز بالخضار، دي حقوق الطبع لدينا وبس. هنعملها مع بعض ازاي؟ لها تفاصيل كتيره، بدايه من الرز المصري المسلوق مع تشكيله من الخضار. معانا شوربة البسلة النهاردة، والبسلة غنية بالبوتاسيوم للسيدات الحوامل والأمهات. خلينا نعملها شوربة النهاردة بالكريمة ونتلاشى مشاكل البسلة من الانتفاخات ومشاكل القولون. هنضيف لها شوية كمون مع الكرفس، بالتأكيد هيكون طعمها مميز. تفاصيل كتيرة في الحلقة النهاردة بتكلفة قليلة جدا ولكن الطعم مختلف. هتقولي من المطبخ الطلياني من المطبخ الغربي ايا كان، ولكن اللي بيعملها خفه دم مصريه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل بسيطه وسهله ولكن الطعم مختلف. بس قبل ما نخش في الاكل، هو ايه الغريب هنا اللي خلينا نخش مطبخ طلياني او مكسيكي او صيني او ياباني او مطبخ شرقي مطبخ عربي؟ هي المقادير واحد، هي الخبره الطهويه هنا، معلوماتك عن المطبخ وخبرتك عن المطبخ اللي تقدر تخش اي مطبخ تعملي اكله انت حباها بنفس الطعم وبنفس الشكل بتاعه البلد اللي هي منها. هنعمل مع بعض دلوقتي طبق صيامي اللي هي كفته الرز بالخضار. مقاديرها على الشاشه. معانا رز مصري مسلوق مسبقا ثلاث ارباع سوى، ومعانا تشكيله من الخضار اللي هو الجزر والبطاطس والكوسه والكرفس، وتشكيله من الفلفل الالوان والبهارات بتاعتنا الجميله الحلوه، ملح وفلفل وشويه كمون لطاف. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. انت ممكن تضيفي مشروم برضو، مفيش اي مشكله. المقادير في متناول الجميع. تاني المقادير عشان الطبق ده مهم جدا وقيمته الغذائيه عاليه جدا وفي خبره طهويه عاليه جدا. تشكيله من الخضار، بطاطس مسلوقه بالقشره وبعد ما اتسلقت قشرناها ومتقطعه مكعبات. نيه يا شيف؟ لا مش هنضيفها نيه. الجزر مبشور والكوسه مبشوره، خلي بالك. كرفس متقطع معانا، وتشكيله من الفلفله الملونه. الرز المصري اتغسل واتسلق ثلاث ارباع سوى. معانا من البصل والثوم مقدار معين، ومعانا كمان ما تنساش شويه البهارات الحلوين بتوعنا. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي والتكنيك في طبق كفته صيام. اول حاجه الكبه معايا، بحط فيها الرز المصري. لا ده لازم يتسلق، ما يتبلش بس خلاص، لازم يتسلق تقريبا نص سوى او ثلاث ارباع سوى. الكميه دي كويسه، هنعملهم على مرتين. حلو اهو زي الفل. البصلة بتاعتنا المفرومة الناعم تتحط هنا كده، الله. شوية توم محترمين كده، توم طازة. دايما أطباق الكفتة تستخدمي فيها توم طازة. آدي التوم الطازة بالشكل ده كده، معلقة فلفل حلوة، حلو قوي. تمام يا عم الشيف. قرن فلفل كده من ده كده، الله. وكمان من الاحمر ده كده، الفلفل الاحمر ده بيدي طعم. فلفل الرومي ده كده اهو بالشكل ده كده، حلو. والقرن الفلفل الحار ده كده، اذا عايزاه سبايسي، ده مش حار قوي على فكره. وفي قلب الكبه يا عم الشيف كل ده ينتحل مع بعضه. هو ده عصب الكفته. اللهم صل على النبي. We'll be right back.
شكرا. بس خلاص ازعجتنا. هي دي التركايه. انا عملت ايه دلوقتي يا شيف؟ نزلت باول حاجه بالرز المقادير اهيت، وبعدين حطيت البصل والتوب، وشغلت الخلاط بتاعي والكبه بتاعتي. في حال تشغيلها وهي مستمره التشغيل على السريع، بنزل بالبطاطس اللي انا سلقتها مسبقا واتبردت وقشرتها بعد ما اتسلقت وقطعتها مكعبات. هي دي التركايه هنا. هنشيل الكبه دي، ملهاش عوز عندنا تاني بعد كده. حلو قوي. ايه الموضوع بعد كده؟ احنا مع بعض هننزل الخليط ده كده. اللهم صل على النبي. ايه ده؟ الخبره الطهويه بتلعب دورها في ان انا اعمل كفته متماسكه فيها طعم مختلف. ادي الرز المصري اتحول لخليط له قوام بالشكل ده كده، ومعانا الجزر مبشور، ومعانا دي مش تاخد بيض يا غالي، دي صيامي، لا زبدة ولا سمنة ولا بيض. حلو الكلام اهو. شيل دي من هنا، خليط ده كله مع بعضه. الفرن بيقول لي انا جاهز اهو. حلو اهو كده، المقدار كله اللي في الكبة اوكي. بهارات حطينا لسه. معانا بقى طبعا الجزر بتاعنا بينزل عليها كده. حلو الكلام. الكوسة المبشورة اهي، خلي بالك ده جزر وكوسة وكمان شوية كوسة. البهارات بتاعتنا هنا ملح بإيدينا كده نظبط، خلي بالك مهم جدا. البهارات طبعا حسب رغبتك انت بقى، ولكن يفضل مثلا إضافة بهار زي البابريكا. مدرستها ايه دي يا شيف؟ دي المدرسة المغازية. كفتة الرز بالخضار صيامي. هتفك مننا طبعا لا فلفل الأسود بتاعنا الحلو، وكل المزيج ده يا عم الشيف هنقلبه مع بعضه. طب طريقة السوى ازاي؟ طريقة الطهي ازاي؟ هو ده الكلام بقى. في طريقتين احنا مع بعض، في طريقتين لعملية التسوية. ولكن قبل ما نقول طريقة التسوية او طريقة الطهي هتتم ازاي، تعالوا نتكلم عن القيمة الغذائية اللي موجودة في الطبق اللي بين ايديا ده. رز يعني كربوهيدرات ونشويات آمن، اتسلق في مية بس من غير اي توابل، من غير ملح حتى، سلقته تلات ارباع سوا تقريبا وسبته لما يبرد في التلاجة. الجزر فيتامين سي ومفيد جدا بأليافه وكل تفاصيله. الكوسة مفيدة للقلب وللجهاز الهضمي. البطاطس كلنا عارفين ان هي غنية بالكربوهيدرات والنشويات الفعالة اللي بتمتص السموم اللي موجودة في الجسم. ده كرفس. حلو قوي. ونقلب. لا استخدمنا بيض ولا دقيق ولا نشا. وهتعملي دلوقتي أقراص من الكفتة طعمها لطيف. تقدري بقى تقدميها بإيه؟ مع صوص طماطم طالما هي صيامي. مش عايزاها صيامي حطي معاها وايت صوص، حطي معاها مايونيز زي ما انت حابة، بس المهم إن هي تتقلب كويس ويبقى فيه انسجام لكل حاجة. حلو قوي. تعالوا نشوف هنسويها مع بعض ازاي. نشيل ده كده حلو، ونشوف عمليه التسويه هتتم ازاي. استاذن فريق العمل استاذ رحاب بعد اذنك، انا عايز اطلع بمقادير الكفته دي تاني عشان الطبق ده حصريا على شاشه القناه الاولى بمكوناته بمحتوياته بكل الماتيريال اللي فيه. العناصر الغذائيه مفيده جدا زي الفل اهيت يا غالي، وفيها خبرة طهوية بتلعب دور مهم جدا، خبرة السنين بنقدمها لحضراتكم. اهو طبق صيامي فيه كل العناصر الغذائية. تعالوا هنسويه مع بعض ازاي. نشيل ده من هنا. اللهم صل على النبي.
ونجيب فيه صينيه في الفرن بنطلعها مع بعض. الله، زي الفل. تعالي يا حلوه. الله، الصينيه دي كده، بنحط في الصينيه دي يا عم الشيف شويه زيت زيتون. الله كده، تسويه سهله جدا وبسيطه جدا اهو. كثافه من الزيت، حلو. وتعالوا مع بعض نشتغل في الكفته دي ببساطه ازاي. مهم جدا التكنيك العالي اللي انا شغال بيه عشان تطلعي الطبق، اذا انت بتخترعيه او بتالفيه او انك انت صاحبه الفكره، لازم تعتني بالحاجات الصغيره دي علشان تخرجيه كويس. خلي بالك، طبق صغير يا الله، ونحط فيه شويه زيت. اللهم صل على النبي. شايفين الكفته بتاعتنا؟ اه يلا، اه ايديا في الزيت عشان تطلع كده حلوه زي الفل. اه على فكرة، ممكن لو عندك العدس أبو جبة الأسمر الحلو بتاعنا بتاع الكشري، تضيفي شوية من غير ما تضربوهم في الكب، حطيه كده، حطيه مسلوق في قلب الكفتة دي. اه ده اختياري. اه كفتة الرز بالخضار صيامي، وسجل يا تاريخ حصريا على شاشة القناة الأولى. اه شايف اللون والدلع والتفاصيل. المخرج بيقول لي سؤال هنا حلو، بيقول لي ليه ما نزلتش بالكوسة والجزر جوه الكبة؟ لاحظت انك انت بعد المخرج صاحي معايا، بعد ما شلت الرز والخليط الاولاني نزلت عشان التفاصيل تبان يا مخرجنا، عشان وانا باكلها اشوف الكوسه بعينيا، وانا باكلها اشوف الجزر بعينيا. خلوني بقى اعمل لي 30 40 قرص من الكفته كده عشان الجيران والحبايب، هنقدمها مع صوص طماطم لطيف، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف طبق اسمه بوبيت او شرايح اللحمه محشيه لحمه. غناوة النهاردة، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. طلع كفتة عينيا. حاضر، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى يا كفتة، وصلت لفين يا كفتة؟ الله، بص على الحلاوة بقى، بص على الحلاوة، وصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب. الله، اهي ايه الجمال ده يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ غرفه مع بعض مع صوص طماطم. السرفيز الحلو ده كده. اه الله، بس ساعدنا شويه كده يا حلوه. هو ده. اه دي داخلها رز وداخلها خضار. اللهم صل على النبي. اه صوص طماطم. اه الله، شفت الشكل ده كده؟ أنا أقطعها دلوقتي مربعات. صوص الطماطم ده بقاله تقريبا نص ساعة على النار. حاضر عينيا، بس ادوني هسة من الطين بس بعد إذنكم، عشان عايز أعمل حاجة حلوة. طبق الكفتة ده عجبني قوي. آه شفت بقى إزاي هنعمل؟ هو ده، هو ده يا شيف. آه شفت الجو ده كده؟ آه الله، آه الله، اهو كده. اهو بالشكل ده كده. اهو الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ بالراحه كده. اهو ده، ايه الحلاوه دي؟ وصيامي، فيهاش بيض عشان ما تتماسكش، فيها خضار، فيها كوسه، فيها جزر بالشكل ده كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ تعالي يا حلوه. الله، اه طبعا خلي بالكم، اقول لكم على سر حلو بجد. اه ايه الحلاوه دي؟ اه تعالي. بعدين ايه على فكره؟ طعم فيها بقى متنوع. اه الف هنا وشفا للي ياكل. مطبخنا على شاشه القناه الاولى زي ما حضراتكم شايفين، في افتكاسه طهويه، في خبره طهويه بتلعب دورها هنا في انك تعملي اكل باقل تكلفه ممكن، ولكن من اي مطبخ انت حباه مفيش اي مشكله. عملنا كفته الرز بالخضار صيامي،
طلعت بالشكل الحلو اللطيف. عملنا كمان شوربة البسلة بالكريمة اللباني لطيفة وحلوة وقدمناها بشكل جديد عشان تفاصيل البسلة وغنية بالبوتاسيوم. عملنا طبق بوبيوتي جميل جدا، طلع معانا اتنين صوص لطاف جميل، الصوص بتاعنا البراون صوص مع الصوص الريد صوص، تبقى لطيفة وحلوة. نقدر نقدمها كمان مع الوايت صوص حسب الرغبة. يعني نقول مع بعض رؤية وفن وإبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى من ماس بيرو.